من تقادوا معنا الدراري وكادوا وعطونا ديالنا وعطونا شغلنا راه فرحانين، كل شيء مبارك مسعود وعايش الملك. هاد الناس الحمد لله راه مساعدين، مو هاد الناس ديال الجمعيه، وين الله تبارك وتعالى الله يدير فيها خير، والله يجعل ربي يسهل على الجميع، الله ينصر سيدنا. وهاد المباراه زوينه، الله يجعل ربي يجينا في السوا ديالنا. نطلبوا الله لا لا يكون فيها شي تشعويد، الله يطير ولاد حرام منها اللي كيديروا التشعويد علينا. هادشي اللي كنطلبوا، وعاش سيدنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم حنا بالسوق ديال الكوكي، امامكم سوق القرب اللي قريب ان شاء الله غادي يكون الافتتاح ديالو. كانت بعض الاشكالات اللي كانت بالنسبه للباعه والحرفيين اللي حاضرين هنا في السوق، بالنسبه للمشكل اللي كان ما بين الجمعيه ديال النور للتنميه البشريه للحرفيين والباعه المتجولين. الاشكال اللي كان من خلال هذا الالتزام اللي هي حامل بيديه دابا، الاشكال كان عندهم مشكل في انه واحد الالتزام بشروط كناش تحملات، وكان عندهم مشكل اخر ديال الالتزام بعدم البيع والكراء وتفويض المكان لشي واحد يخدم فيه. دابا الحمد لله خرجوا بحل اللي غادي يكون يعني بامكان ان اي واحد انه يشد بلاصته يخدم فيها، في حالة كان شي مرض وشي حاجه انه يجيب شي واحد اللي يبلاصي في بلاصته، ولكن خصو يبقى داير ديك الحاجه اللي كيدير. مثلا كندير بائع السمك خصو يبقى بائع السمك، كندير خضار خصو يبقى يبيع الخضره، داير مثلا بائع اللحوم خصو يبقى يبيع اللحوم. فهمتيني اخويا؟ هذا هو الاشكال اللي كان واقعين فيه ما بين مع الجمعيه والحرفيين. دابا راه خرجوا بحل والحمد لله، وراه السوق راه انتم كتشوفوا راه اكبر سوق كاين في مدينه اسف بالنسبه لا في السوق اللي كان برا ولا هذا السوق ديال القرب. ونتمنى ان شاء الله، حنا ما كرهنا ان شاء الله انه يستافدوا الجميع. واخر كلمه غادي نهضر بها في هذا الفيديو هذا هو انني كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه الناس اللي كانوا هنا سنين طويله هنايا ما يضيعوش ويدخلوا ويشدوا البلايص ديالهم، هما والابناء ديالهم اللي كانوا هنا في السوق، وما يجيش شي واحد اللي براني واللي شاد بلاصه لواحد اخر. هنا باش كيوقعوا اشكالات بحال سوق القرب اللي في كورس، سوق مفتاح الخير، هنا وقعوا اشكالات بسبب هذا الشيء هذا لانهم تباعوا بلايص. هادشي اللي كنتمناو انه ما يكونش في هذا السوق تاع كوكي. دابا كاين اشكالات، نوريك اخويا هذا الاشكال. دابا كاين واحد كيبيع الحوت يقدر كيجي في رمضان ويخدمها في الصيف، في وقت الشتاء هو ما كيخدمش. فهمتي كيفاش؟ تقدر تلقى 8 شهور في العام ما كيخدمهاش ولا 7 شهور، كيخدم غير 5 شهور 3 شهور كيخدم في السوق. السوق راه عادي، السوق مادام هو في الشارع راه عشوائي. اي واحد ديالنا كتجي كتخلص الصندوق ديالك، اي واحد يمكن انت الاول مثلا غادي ما عندكش ما يدير، واحد الوقت تقدر تجي صندوق ديال السردين مثلا وغتبيعه. ولكن باش غتكون عندك مداومة وشاد السوق مثلا المده مثلا ديك 12 شهر كامله ما كايناش. هذا هو اللي وقع لهم الاشكال بحال هكا. وبالنسبه لشي حاجه اللي ما عارفينش حنا راه الله اعلم، اما الشيء اللي كنقول لك انا دابا هو اللي كاين. كاين شي ناس كيجيو كيخدموا 3 شهور وكيغبروا عام، هنا فين وقع لهم الاشكال؟ في القرعه ما كانش عندهم حل. دابا الجمعيه بحالها بحالنا، يعني هما الناس اللي فيها راه معاك في السوق، اغلبهم راه معاك في السوق ولا والديهم معاك في السوق، يعني باعوا متجولين. يعني الاشكال اللي وقع هو انه ما كانش مفاهمه بيناتهم ما بين شي بائعه اللي ما كانوش حاضرين. يعني كاين اللي ما كيحضرش مثلا الاجتماع وكيجيك نهار كيخط خالد شي قرار وكيبدا يقول لك لا علاش درت هذا الالتزام، علاش درتي وعلاش درتي. يا ودي راك ما حضرتيش مع الاجتماع باش تاخذ حتى باش تعطينا حتى مثلا يكون عندك انت شي اعتراض ولا شي حاجه باش تقول لي لا انا ما موافقش على هذه الحاجه. انت ما جيتيش يعني وتخدا القرار مثلا ملي كتشوف 200 واحد موافق على القرار و20 واحد ما موافقش، واش في نظرك حنا نتبعوا ديك الاغلبيه ولا نتبعوا ديك شويه مثلا 10 الناس ولا 12 واحد بتحكم في 200 واحد اللي موافقه؟ هذا هو الاشكال اللي وقع. ولكن الجمعيه بالنسبه لي راه دايره خدمتها، ما لا والو، المراقبه راه مراقبه لك، مقابل لك الاشغال تتكمل لك، مقسمه لك، كل واحد دارت لي بلاصتو، الحوات داهم البلايص اللي فيهم لوكار على حساب الماء على حساب داك الشيء. ما عندهم ما يديروا الجمعيه، اش بغيتي يديروا لك؟ يصنعوا لك شي حاجه ما كايناش؟ راه كتكون عباد الله شراكه، راه سوق نموذج يا عباد الله، راه تابع للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، راه تابع لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. راه شناهي انا راه كاينين حوايج كيدوزوا، كاينين اتفاقيات كيدوزوا، كاين بزاف د الحوايج كدير، ماشي انت غتجي غتضغط على واحد في جمعيه اللي هو السلطه اللي فارض عليه هذا الشيء. راه السلطه ومبادره، ماشي هو جا عطاو فلوس جا قال لي بنيها ودير، الله العالم بهم. تما راه تجي تشوفهم ظروفهم راه الله العالم، تلقاهم دابا الاسبوع راه الناس ما كيشوفوش. هذا يعيط، هذا بيعرف، هذا بيسول، هذا ما فاهمش خاصك تفهمه، هذا ما عارف خاصك توريه، الاخر ما فاهم والو وكيدير فيها فاهم خاصك تجي توريه.
فهمتي الاشكال؟ يعني هنا راه ماشي شي حاجه عشوائيه، حاجه اللي فيها عقود وفيها شي حاجه كتبرم يعني كدير، خاص الناس لما مثلا ما موافقش راه كاين السلطه، كاين المبادره، كاين الناس اللي تابعين هادشي غادي تحط لهم شي كاي ديالك هما غياخذوا معك القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. زكرت عبد الكبير، كاتب جمعيه نور للتنميه البشريه لفائده الباعه والحرفيين، سوق الهدايه للقرب. فيما يخص هذه العمليه اللي كنقوموا بها الان، هذا الجزء الاول من القرعه ديال فضاء اق، اللي هذا الفضاء اللي كيحتوي على ثلاثه ديال الحرف اللي هما باعه السمك بالتقسيط والجزارين والمقاهي. دابا كنصوبوا في الالتزامات فيما يخص هذه العمليه هذه. الالتزام اللي داخل القانون الداخلي ديال الجمعيه كيقول بانه احترام شروط كناش التحملات، التزام بالمساهمه الشهريه التي يتضمنها كناش التحملات، التزام بعدم بيع كراء تفويت المكان المخصص لي، لان هذا المكان تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، اللي باش تخرج هاد الناس هاد الباعه والحرفيين اللي هما عشوائيين الى ما هو احسن. النقطة السادسة، التزام بعدم القيام بأي تغيير إلا بعد موافقة صريحة للجمعية. النقطة السابعة، التزام بعدم تغيير الحرفة إلا بعد موافقة صريحة للجمعية. التزام بعدم إدخال المواد المحظورة. التزام باحترام الجوار، النظافة والأخلاق العامة. هذا نظام داخلي ديال السوق. هذه العملية الأولى اللي غنقوموا بها. هذه العملية ديال الفرز ديال الأرقام ديال هاد المستفيدين غادي تكون بدار الثقافة نهار الأربعاء 9 مارس 2022 بإشراف ديال السلطة المباشرة للمنطقة هي اللي غادي تقوم بهذه العملية ديال 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 القرعة. هذا فيما يخص هذا الشطر الأول اللي غادي نقول لك. دابا فيما يخص هذا النظام الداخلي، هو القوانين جارحة في حد ذاتها منظمة داخل السوق، لأن ضروري خاص يكون واحد النظام داخل السوق، الالتزام والاحترام ديال، لأنه ولا احترم الزامور راسو احترم هذاك الموافد عليه اللي غادي يدخل للسوق مثلا من الزبانة او البائع، احترم راسو. عرفتي الكاي، غتكون العمليه داخل السوق ناجحه، لان هذا سوق نموذجي مصوب مخصص، خاص يحترم الزبون اللي غيتقدم عندو. اولا ما يكونش الكلام النابي والكلام اللي هو هذه في اطار الاخلاق العامه، والتزم بالشهريه اللي غادي تكون مساهمة الخصيصة اللي هي محددة تحت من 100 درهم، كاينة 100 درهم ولتحت، ماشي شي ثمن اللي هو كثير أكثر من جهة. هذا داخلة فيه بأنه هو غيتخلص منه الماء والضوء والصيانة ديال المشروع، إلا طارت شي حاجة من هذاك الشاربونت اللي كاين الفوق، بروجيكتورات ديال الضوء اللي كاينين، اللي عندنا ندير بروجيكتور ديال الليد، كاين البروجيكتور اللي داير 36000 ريال. فيما يخص غادي داروا كاميرات ديال المراقبة على حساب الحراسة، لا خدامين يعني 24/24 على حساب الامن بالنهار وبالليل، حتى واحد حتى من الزبائن اللي توافدوا على السوق ما تكونش سارقه اللي تسرق شي واحد شي حاجه، ام هاتف او سلع او خضره، حد هذا الشيء كامل راه في صالح ديالنا احنا كباع وحرفيين داخل السوق. الا ما نظمناش روسنا داخل اطار نظام داخلي غادي نكونوا عشوائيين بحال كيف كنا في الاول. هذا هو اللي غنقول لك بالنسبه للالتزام او نظام داخلي داخل. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.